الخبر التالي، تقدمت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن تبادل الكمامات بين المواطنين أمام البنوك والمصالح الحكومية وخطورة ذلك على معدل الإصابة. أوضحت في طلبها أنه في ظل ضرورة ارتداء الكمامات بشكل أساسي في الأماكن العامة وفي المصالح الحكومية ودخول البنوك اللي حذرت اكتر من مرة انه غير مسموح ان حد يدخلها غير بكمامة، بعض وسائل المواصلات، ان المواطنين تعاملوا بشكل سلبي مع الاجراءات دي، فتفشت ظاهرة تبادل الكمامات امام البنوك والمصالح الحكومية بين المواطنين، وبيستخدموها اكتر من مرة مع اكتر من شخص. والحقيقة احنا شفنا فيديوهات وصور لحكاية تبادل الكمامات، واضح انه لسه احنا محتاجين شوية وعي يخص هذا الموضوع. احنا معانا على الهاتف النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب. ألو، مساء الخير. مساء الخير. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيكي وبالمستمعين الكرام. اهلا بحضرتك. المطالبات اللي حضرتك او طلب الإحاطة اللي حضرتك قدمتيه بشأن الكمامات اللي بيتم تبادلها امام البنوك، حضرتك شايفة انه الاجراءات اللي اتخذها رئيس الوزراء ولسه يعني انا قايلها حالا من ضمنها انه غير مسموح دخول اي مكان من الاماكن دي الا بارتداء كمامة، هل ممكن تحد من فكرة تبادل الكمامات لانه اصبحت اماكن كتيرة قوي وبالتالي هيبقى صعب جدا ان المواطنين يتبادلوا ده، ولا لسه ما زلنا محتاجين اجراءات اخرى؟ بصي، انا عاملة طلبين احاطة. طلب احاطة ان البنوك توفرها للعملاء، تمام؟ ودي مسألة سهلة، ممكن تبقى بنفس الزرار اللي بيسحب بيه رقم الدخول بتاعه في البنك يبقى فيه زرار يسحب بيه كمامة، ما حدش يلمسها غيره، حفاظا على صحة العميل وحفاظا على موظف البنك، لان احنا انت عارفة لقينها في بعض البنوك ان في اكتر من حد اصابة. طبعا طبعا، وكلنا قريبين من الاصابة، ما حدش بعيد طبعا. فأنا كمان عاملة طلب إحاطة كمان لوزير التموين ورئيس الوزراء، بطالب إن تنعمل على البطاقة التموينية، لأنه خدي بالك اللي بياخد التموين فئات محدودة الدخل. أوكي. وإحنا قلنا إن دولت يبقى متاح ليهم إن هم ياخدوها مع التموين. بس يا فندم برضو لو هو خدها مع على البطاقة، ما هو ممكن برضو يبدلها مع حد. انا اقصد انه لو توفرت في الاماكن عموما، يعني بنوك، اماكن مصالح حكومية على باب المصلحة متوفرة بالمجان، المكان نفسه يوفرها للعميل بالمجان بحيث ياخدها ويرميها ما يعيدش استخدامها، طالما هي موجودة حد هياخدها تاني ليه طالما مش هيدفع فيها فلوس؟ بالضبط. احنا نعلم جميعا ان دلوقتي توجه معظم المصانع الحقيقة بتعمل كمامات، وقريب هنلاقيها في متناول الجميع، ولكن انا بطالب كل جهة حكومية بترغب في ان العميل يدخل لها لابس كمامة هي توفرها له. بالضبط. القادر يدفع ثمنها اوكي، لكن لو حد جاي من غير كمامة من الناس العادية يبقى انا على الاقل اوفر له الكمامه عشان احمي واحمي الموظف بتاعي في نفس المكان. بالظبط. على والكل يعني هي قريبا هتكون في متناول الجميع ب 2 جنيه. وهو لو الاماكن دي وفرتها مجانا بجزء من دخلها او من ايرادها او مخصوم حتى من ضرايبها ايا مكان، بحيث انه المواطن هيستخدمها مش هيضطر في الحاله دي طالما هو واخدها ببلاش يعني انه يبدلها ويديها لحد تاني، وبالتالي هتبقى سهله فكره انه استخدام مره واحده وخلاص. طبعا، لان دي تبقى يعني كارثه ان انا نفاجئ بان واحد عمال بيبيع الكمامه بجنيه وده ياخدها من بق ده يحطها، يبقى انا كده ده انا بعمل يعني كثافه غير عاديه للكورونا هتيجي للجميع. طبعا. فكده يعني احنا بنحاول يعني اي بنك سهل قوي ان هو يجيب كمامات للعملاء، يعني مش هتعمل حاجه ان انا لو اي بنك او اي مصلحه حكوميه توفرها للعميل طالما انا بخايف على الموظفين بتوعي. طبعا. يبقى اقل حاجه ان انا كجهه حكوميه اوفرها.
للعاملين بتوعي. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب على اهتمامك بالجزئية دي، لأنها فعلا الكمامة بدل ما هتبقى وسيلة حماية ممكن تبقى هي وسيلة نقل الفيروس، وما زال احنا محتاجين شوية وعي في طريقة التعامل مع الكمامة، طريقة ارتدائها والتعامل بيها. أوقات بنحط إيدينا عليها على مكان الأنف واحنا ماسكين اسطح اي حاجه، اوقات بنشيلها ونرجع نلبسها هي هي تاني. محتاجين ما زلنا شويه وعي في التعامل علشان ما تبقاش الحاجه اللي بنحمي نفسنا بيها هي الوسيله اللي بنأذي نفسنا بيها.